تم بقلميم تدشين وإعطاء انطلاقة لعدد من المشاريع التنموية بجماعة الإقليم بمناسبة تخليد الذكرى 42 لانطلاق المسيرة الخضراء. ففي إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قام والي جهات قلميم ودنون عامل إقليم قلميم محمد الناجي أبهي بتسليم 3 شاحنات لنقل النفايات وسيارة للنقل المدرسي وسيارة إسعاف وتجهيزات، وأيضا تسليم 166 دراجة هوائية للتلاميذ بقيمة 200,000 درهم. وفي إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، أشرف الوالي على وضع الحجر الأساس لبناء مدرسة ابتدائية بقلميم بقيمة تتجاوز 6 ملايين درهم. وأعطى والي الجهة انطلاقة أشغال بناء قنطرة على وادي أم العشار، وذلك في إطار التهيئة الحضارية لمدينة قلميم بقيمة 19 مليون درهم. ويبلغ طول هذه القنطرة التي ستستغرق أشغال إنجازها 14 شهرا 110 أمتار وعرضها 14 متراً.